سوف نتعرف على طريقة وكيفية حذف حساب فيسبوك نهائيا. نقوم بالضغط هنا على تطبيق فيسبوك، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مركز الحسابات، بعدها سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على التفاصيل الشخصية، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على ملكية الحساب والتحكم فيه، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إلغاء تنشيط أو حذف، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الفيسبوك خاص بكم، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على المتابعة. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحذف الحساب فيسبوك نهائيا، وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة.